اي تراك غير السكه اللي احنا قلناها دي البيراميدال بنقول عليها اكسترا بيراميدال تراك. يبقى الاكسترا بيراميدال تراك they are بقول عليها اكسترا بيراميدال تراكس او indirect motor system. البيراميدال بقول عليه دايركت موتور سيستم لانه دايركت وي زي ما انتم شفتوا. الاكسترا بيراميدال they are descending track. ايه descending track other than the pyramidal؟ اي descending track غير البيراميدال اللي انا قلت عليهم بقول عليهم اكسترا بيراميدال. اكسترا يعني زياده عن. يبقى لوجيكال اكسترا بيراميدال معناها تراكس other than the pyramidal tracks بتمتاز بانها multi station indirect descending fibers. بمعنى ركزوا معايا يا جماعه، هي بتطلع من ام الاريا 4 واريا 6 بس من الاريا 6. يبقى البيراميدال من بتطلع من اريا كام؟ 4. الاكسترا بيراميدال من اريا 6. طيب زي ما رسمنا، ركزوا معايا في الرسمه دي بتسهل لكم، ما بس بايديا قدامكم الامور بتسهل. لما زي ما رسمنا البيراميدال كورتيكو بابر ده الكورتيكو سباينال، نرسم مع بعض الايه؟ الاكسترا بيراميدال بسرعه. الاكسترا بيراميدال كتير جدا، ده احنا ناخد امثله منهم واوريك انها مالتي ستيشن ازاي. قال لك خلي بالك ادى الموتور كورتكس اهو زي ما كنا لسه راسمين حاجه. في اريا 6 واريا 4. واريا 4 سبريسور. خلاص؟ او انهبيتوري اريا 4. هيطلع الفايبر منها بالشكل ده. تعمل لك حاجه اسمها كورونا راديات، عامله زي اشعه الشمس كده. الكورونا راديات ده هي هتنزل فين؟ للبوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. ده الانترنال كبسول اهو، ده البوستيريور ليمب. نزلت على البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول، مش احنا قلنا من شويه ان البيراميدال تراك كانت برضك بتنزل على البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول؟ هيبقوا موجودين مع بعض هنا البيراميدال والاكسترا بيراميدال، وده النيل سايت اوف ليجن بتاع البيراميدال والاكسترا بيراميدال. بيحصل ابر موتور ميون ليجن من بيحصل نتيجه انترنال كبسول ليجن، فبلاقي الاثنين افكتد بيراميدال والاكسترا بيراميدال. طيب في الانترنال كبسول نزلت في الانتيريور ليمب هتعمل ايه بعد كده؟ قال لك خلي بالك في الانترنال كبسول هنا هو الباوندرز بتاعته هلاقي في حاجه اسمها هنا هو ايه؟ ليمتي فورم نيوكلاس وحاجه اسمها كودات نيوكلاس هنا كده. يبقى في فوق هنا اهو عملها دول هنا عشان تبان، هنا كده اسمها كودات نيوكلاس، والنيوكلاس دي حاجه اسمها لينتي فورم نيوكلاس. الجزء الخارجي منها اسمه البيوتامين، وده اسمه جلوبس باليدس نيوكلاس، ودي اسمها الكودين. شوف اللي هيحصل بقى، ركز معايا. الفايبر لحد دلوقتي وان واي تراك، لحد دلوقتي صح ولا لا؟ الفايبرز بعد ما توصل للانترنال كبسول هتروح على مين؟ على الكودات نيوكلس، تعمل ريلي هناك. يبقى النيرون دي انتهت وهتبتدي نيرون ثانيه. النيرون الثانيه اللي هتبتدي هتوصل للبيوتامين وتعمل ريلي هناك وتطلع نيرون ثالثه. النيرون الثالثه تروح على مين؟ على الجلوبس باليدس. الجلوبس باليدس اكت از ديستشارج سنتر، يعني مركز اشعاع. تدي ايه؟ مش اشعاع يعني اشعه، لا، مركز هيطلع منها نيرونز كتير لاماكن كتير. من هذه الجلوبس باليدس هلاقي فيه هنا اول حاجه اسمها الايه؟ السلس والسبسلس. هلاقي هنا اول لو قلنا ده البرين ستيم اهو، ميد برين وبنزو مضلل. هلاقي فيه هنا ريد نيوكلس. هلاقي التيك توك اوف ميد برين. هلاقي هنا اول حاجه اسمها وليفر نيوكلس في المضله والبلوكاتا، فيستيبيولار نيوكلس. هلاقي هنا اول ريتيكولار فورميشن. هلاقي انفيريور وليفر نيوكلس دول موجودين. خلاص احنا هنخلص، خلاص يا جماعه دقيقتين بس. قال لك خلي بالك من الجلوبس باليدس هتطلع تراك ثانيه. الفايبر بتاعتها هتروح مثلا لمين؟ للريد نيوكلس. من الريد نيوكلس يطلع نيرون بعد كده اسمها ايه؟ السباينال كورد اسمها روترو سباينال. من الجلوبس باليدس يطلع للتكتم اوف ميد برين، من التكتم اوف ميد برين تنزل للسباينال كورد يقول عليها تكتو سباينال. من الجلوبس باليدس يطلع للريتيكولار فورميشن، ومن الريتيكولار فورميشن تنزل فايبر سباينال كورد يتقال عليها ريتيكولو سباينال. من الجلوبس باليدس تروح للايه؟ للفيستيبيولار نيوكلس، ومنها ينزل السباينال كورد فيستيبيولو سباينال.
للانفيريور ليفل وليفو سبايدر وهكذا. ملاحظين يا جماعه التراكت ده هي بلانت ستيشن صح ولا لا؟ ملاحظين ان الجلوبس فاليدس اكت از ديستريبيوشن سنتر. ادي الرسمه اللي قدامنا دي يا جماعه، الموتور كورتكس راح ليه؟ كوربس ترايتم اللي هي عباره عن حاجتين، كوديت نيوكليس والايه؟ الليمبيفورم نيوكليس، ثم راحت الجلوبس فاليدس اكت از سيريس كيو جلوبس فاليدس اكت از ايه؟ ديستشارج سنتر فور اكسترا بيراميدال تراك. ممكن اتسال which of the following نيورون نيوكلياي اكت از ا ديستشارج سنتر فور اكسترا بيراميدال تراك؟ يبقى مين؟ الجلوبس فاليدس. which of the following give the main origin for extra pyramidal tract اللي هي اريا 6. which of the following is a site for interdigitation or presence of both pyramidal and extra pyramidal together posterior part of internal capsule. واخد الصوره يا جماعه؟ وادي التراكتس اللي نزلت بقى زي ما قلت، هتلاقي تكتو سباينال، روبرو سباينال، ريتيكولو سباينال، صح كلام؟ الاوليفو سباينال، كل دول بقول عليهم اكسترا بيراميدال تراكتس. اخر نقطتين علشان بتسيبوا شورت اسي. ايه هي الفانكشنز اوف اكسترا بيراميدال تراكت؟ هل هي بتنشيات الفاين سكيلد فولانتري موفمنت؟ لا، لكنها بتهم هيلب بيراميدال تراكت ان كوردينيشن اوف ايزوليتد فاين سكيلد فولانتري موفمنت. جاست هيلب ولكن نوت انيشيت، دي ممكن تسيب شورت ليست. شير ان بلاننج اند بروجرامنج اوف فولنتري موفمنت، لانها ديسندنج تراك. فاكرين وانا بقول لك الفولنتري موفمنت بتمشي ازاي؟ علشان الموفمنت تشتغل لازم توصل الاوردر منين؟ من الموتور كورت. طب هينزل من خلال مين؟ الديسندنج تراك. اللي هم مين؟ الكورتيكو سباينال او البيراميدال اند اكسترا بيراميدال. تالت حاجه عندي كوردينيتنج جروس coordinated movement، يعني وانا ماشي كده تلاقي كنت ماشي بتهز ايدك كده. subconscious automatic movement. الموفمنت دهيت محتاجه ايه؟ مش محتاجه موفمنت ادز شولدر، محتاجه موفمنت البلكي مصر اللي بيقوم بالدور ده مين؟ الاكسترا بيراميدال تراكس. اللي بيكونترول الاكسيال مصر اللي هي المصرز الكبيره هي الاكسترا بيراميدال تراكس. keep equilibrium and adjust body posture. وانا واقف كده. اللي بيحافظ على الاكوليبريم بتاعي ايه؟ لازم تكون ماسلز كبيره بتاعت الترانك بتاعت اللور ليم، دول باقي ماسل. اللي بيحافظ على الاكوليبريم بتاعك عن طريق هذه الماسل هي الاكسترا بيراميدال تراك. خدها القاعده، البيراميدال بتكنترول الفاين سكيلد فولانتري موفمنت، لكن الاكسترا بيراميدال بتكنترول الاكسيا اللارج ماسل موفمنت. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. ريجوليشن اوف ماسل تون، بعض الاكسترا بيراميدال فايبرز ار انهبيتوري للماسل تون زي الروبرو سباينال تراك، وبعضها ار اكسايتات. خلاص يا جماعه انتهينا وخلاص، دي احد خلاص. بعضها ار اكسايتات زي الفيستيبولو سباينال زي الريتيكولو سباينال. كنترول امبورتنت فيسرال فانكشن، مش انا قلت لك الاكسترا بيراميدال اي تراكت غير البيراميدال صح؟ يعني ايه؟ يعني التراكت اللي هتنزل من الريسبيراتوري سنتر ل تو كنترول الريسبيراتوري ماسلز مثلا، ما هي دي اكسترا بيراميدال. وضحت الصوره يا جماعه؟ الايه؟ بتنهبت برضك، بتشيل الانهبيشن اوف بريمتيف ريفليكس، وبالتالي لو حصل فيها ليجن هتظهر البابينسكي ساين. يبقى البابينسكي ساين ممكن اسيب فيها برضك ام سي يو، البابينسكي ساين بيحصل فيها ايه؟ سكراتشنج، ده ابنورمال ريفليكس. سكراتشنج ان ذا لاترال اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فود هيؤدي الى دورس فليكشن اوف بيك تو اند فالينج اوف اذر توز. ده ابنورمال ريفليكس في الادلت بيرسون. في الايه؟ ما يكون واحد ادلت ومصحصح كده يبقى ده ابنورمال ريفلكس، لكن نورمال لو عيل لسه مولود نيو بورن، نورمال لو واحد ضايق نايم نوم عميق، لو واحد في ديب اناسيزيا يبقى الناس بتبقى موجوده ونورمال. وضحت الصوره يا جماعه؟ اخر نقطه اللي هي ايه؟ الافكت اوف ليجن. لوجيكالي الليجن تحصل يلغي الفانكشن. احنا قلنا دلوقتي مثلا انها مهمه في انها بتساعد اللي هي البيراميدال في الانيشيشن بتاعت مين؟ بتساعد في الفاين سكيلد. يبقى الفاين سكيلد ممكن تبقى في مشكله في الانيشيشن، ديفيكولتي ان انيشيتنج فولنتري موفمنت، ولكن مفيش باراليس، نو باراليس. حط دي في دماغك، في البيراميدال تراك تلاقي فيه باراليس، باراليس يعني لوس اوف فولنتري موفمنت. هنا لا خلاص، خلصت يا جماعه. امبيرمنت اوف بالانس ريفلكس، البشره والبالانس خلاص هيبقى ديستربد، المصل تون افكتد، ثم appearance of abnormal movement زي ايه؟ البابينسكي سنه تبقى موجوده في صوره فانج اوف توز، المصل باور ريل بيأثر.
توصل مرايس. خلاص احنا خلصنا يا جماعه، توصل مرايس الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. خلاص قلنا اول حاجه ايه الفولانتري موفمنت، اخبارها ايه، الميكانيزم والفانكشن بتاعتها. اتكلمنا على الدايناميكال تراكت، اتكلمنا كباس واي كفانكشن كافكت اوف ليجن، اخيرا الاكسترا بايراميدال كباس واي كفانكشن كافكت اوف ليجن. الامور واضحه يا جماعه؟ بالتوفيق ان شاء الله.